أهلا بكم. يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم في العاصمة السعودية الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعدد من الوزراء اليمنيين. ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام ستعقد مطلع ديسمبر في السويد. هاتفيا معنا من الرياض السيد هاني مسهور الباحث السياسي اليمني. أهلا بك أستاذ هاني. مساء الخير استاذ شاهد. اهلا بك. اذا المبعوث الاممي في العاصمه السعوديه للقاء الرئيس اليمني بعد ان التقى مع الطرف الحوثي في صنعاء وايضا زار الحديده، كيف ترى هذه المجهودات من المبعوث الاممي؟ هل برايك سينجح هذه المره؟ صحيح، اليوم وصل المبعوث الاممي مارتن جريفيث والتقى بنائب الرئيس علي نصر الاحمر والتقى ايضا بوزير الخارجيه اليمني خالد اليماني. اعتقد انه نحن نستطيع ان نصف حاليا الوضع الحالي في اليمن بانه نقطه اختبار لكل الاطراف سواء اليمنيه او الامم المتحده. نعم. للاسف الشديد استاذ شادي، لاحظنا خلال المرحله الاخيره انه هناك تغير لدى الامم المتحده. مساله اشراف الامم المتحده على ميناء الحديده اعتقد انها جاءت متاخره بشكل كبير. كان يفترض بالمبعوث الاممي ترك الامور العسكريه والميدانيه لانها ستصب في النهايه في صالح العمليه السياسيه. اليوم المبعوث الاممي وهو يتحدث عن اشراف على ميناء الحديده اعتقد انه يعني يعطي مزيد من التعنت للحوثيين ويقدم تنازل مجاني للحوثيين. المفروض على الامم المتحده ان تترك لالويه العمالقه الجنوبيه اتمام العمليه العسكريه في الحديده، ما بعد عمليه الحديده نستطيع الحديث عن عمليه سياسيه. ايضا هناك مأخذ على السيد مارتن جريفيث انه حتى في احاطه 16 نوفمبر الماضيه لم يقدم افق سياسي للحل الازمه اليمنيه، هذا اعتقد ايضا واحده من الاشكاليات التي تفاقم الازمه وليست تعطيها بعد للحلول. اذا يعني استاذ هاني، هل تعتقد انه مهمه المبعوث الاممي هذه المره تتعلق فقط بحل الوضع في الحديده، ام هو يعني يريد للحل النهائي في اليمن ان يصير في القريب العاجل؟ هذا بالضبط استاذ شادي هو المقصود. الأمم المتحدة السيد مارتن عندما وجد استعصاء الحل السياسي حاول الآن تجزئة الحل السياسي بحيث أنه يحاول اليوم إيجاد مخرج لميناء لقضية الحديدة ثم يبحث عن بقية إجراءات الثقة. علينا دائما نتذكر أنه نحن ما زلنا نتحدث عن إجراءات بناء الثقة، تسليم ميناء الحديدة، الهدنة الاقتصادية، الإفراج عن المعتقلين والمسجونين لدى الميليشيات الحوثي. اعتقد انه ما زلنا مبكرا الحديث عن حل سياسي وعن مؤشرات ايجابيه للمشاورات القادمه في السويد. هذا لو تمت المشاورات حقيقه في السويد، ما زال غموض حقيقه يعني يلف هذه المشاورات بشكل كبير. لا اعتقد ان الضغوط الامريكيه والبريطانيه كافيه لتحقيق ارضيه حقيقيه للوصول الى السويد وجمع الاطراف اليمنيه فيها والدخول في عمليه سياسيه متكامله. الامم المتحده اعتقد انها انحرفت في المسار السياسي، عليها ان تعود الى الحزمه الكامله. انا اتحدث عن قرار دولي 22/16 يتحدث بشكل واضح عن تسليم المدن، تسليم السلاح، اعتقد انه هذا هو الدور المطلوب للامم المتحده والذي عليه الامم المتحده. نعم، ولكن يعني الا تستند مباحثات المبعوث الاممي الى هذا القرار من الامم المتحده؟ للاسف الشديد عندما نتحدث عن ميناء الحديده واشراف الامم المتحده لا اعتقد انه يتحدث عن هذا المنطق، بل يتحدث اليوم عن اشراف. المفروض ان يتم تسليم المدينه بشكل كامل الى الشرعيه اذا كان فعلا ان هناك تطبيق للقرار 22/16. الاشكاليات بالتاكيد ومعقده للغايه. الحوثيين يسيطرون على اهم منفذ في اليمن، وهذا المنفذ هو الذي يعطيهم القوه. عندما نشاهد اخي شادي كل هذه القوه والتعنت هو بسبب المصدر الذي يعطيهم السلاح ويعطيهم المال هو ميناء الحديده. فاذا تم انتزاع ميناء الحديده من الحوثيين اعتقد سيكون هناك تغير في التوازنات لدى جميع الاطراف، ومن الممكن الدخول من بعدها بعملية سياسية. أما بهذا الوضعية أعتقد من الصعوبة بمكان أن يقدم الحوثيين تنازلات تعطي مؤشرات إيجابية نحو السلام. نعم. على الأمم المتحدة أن تعود خطوة للخلف وأن تقيم الموقف بشكل
مختلف بما يضمن تحقيق عملية سياسية متوازنة. ولكن بالرغم من كل ما ذكرته سيد هاني، حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي أعلنت استعدادها للمشاركة في هذه المشاورات المقرر انطلاقها في السويد، ما الذي تأمله الحكومة اليمنية من خلال مشاركتها في هذه المفاوضات؟ بالنسبة للحكومة الشرعية، منذ بداية كل مفاوضات يتم دعوة الحكومة الشرعية توافق عليها، آخرها الذهاب إلى في سبتمبر الماضي إلى جنيف ولم يحضر وفد الحوثيين. هذه المؤشرات بالتأكيد هي مؤشرات قيم دولة، الشرعية تمثل دولة، بينما الحوثيين هم يمثلون ميليشيا. للأسف الشديد أن هذه الميليشيا لا تريد أن تتعامل بأي طريقة سياسية، لا تريد أن تتزحزح من المربع التي هي موجودة فيه، كل الأيادي ممدودة بإبداء العملية السياسية، ولكن للأسف الشديد ما زال التعنت الحوثي له مسبباتها بالتأكيد أن المجتمع الدولي لم يقم بواجبه بالشكل المطلوب. دائما نتذكر أخي شادي أن اليمن تحت الفصل السابع منذ العام 2014، وعلى الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات حقيقية في هذا الاتجاه، وأن يكون هناك وصف دقيق للتعنت الحوثي والاتخاذ إجراءات من قبل الدول الراعية. ندرك أن هناك 19 دولة راعية لعملية السلام في اليمن، عليها أن تتخذ إجراءات واضحة بهذا الاتجاه. كذلك أيضا هناك إغفال لواحدة من القضايا المهمة، وهي القضية الجنوبية في إطار العملية السياسية. اليوم نحن فقط نتحدث عن جزئية من الجزئيات، ولكن هناك أيضا جزئية أخرى وهي القضية الجنوبية التي لا يبدو أن هناك أرضية للحل السياسي لها وأفق سياسي. للأسف الشديد سيد مارتن إلى الآن لم يقدم أفق كامل للحل السياسي لتشجيع الأطراف السياسية. أعتقد لو قدم مارتن جريفيث يعني أفق سياسي واضح لجميع الأطراف، سيكون هناك تفاعل أكثر من قبل الأطراف السياسية في اليمن بالتحرك باتجاه العملية السياسية. لكن غياب هذه الرؤية أعتقد أنها واحدة من المسببات الكبيرة في تعطيل الأزمة والخروج من هذا المربع إلى مربع آخر لإيجاد حلول سياسية منطقية للأزمة اليمنية. نعم. طيب السيد جريفيث كان قد قام أمس بأولى زياراته للحديدة، وأكد أنه اتفق مع المتمردين الحوثيين على إجراء مفاوضات حول قيام الأمم المتحدة بدور رئيسي في ميناء المدينة. ماذا يعني بهذا الدور الرئيسي؟ يعني هيكون للأمم المتحدة دور وللحوثيين دور وللحكومة الشرعية دور؟ هذه النقطة هي الإشكالية حاليا. الأمم المتحدة كان معروض على الحوثيين موضوع تسليم ميناء الحديدة إلى طرف ثالث من قبل التحالف العربي، كان هذا المقترح قبل سنة ونصف تقريبا. الأمم المتحدة رفضت آنذاك هذا المقترح والحوثيين رفضوه. اليوم الأمم المتحدة تعود إلى هذا المقترح. للأسف الشديد حتى يعني حسن النية من قبل الحوثيين في هذا الخصوص غير موجود حاليا. ما زالت عمليات القصف الأحياء المدنية في الحديدة، ما زال زراعة الألغام في البحر الأحمر، كل هذه الانتهاكات لا تؤشر أن الحوثيين جادين باتجاه هذا المقترح الذي تم التوافق عليه ما بين الحوثيين والأمم المتحدة. هذه واحدة من الإشكاليات الكبرى. في المقابل أيضا، هل السيد مارتن يتحدث اليوم عن أن الأمم المتحدة ستشرف على الميناء الحديدة وستقوم بتحصيل عوائد الميناء وتسليمها إلى البنك المركزي في عدن؟ هذه أيضا نقطة ننتظر من السيد مارتن إيضاحها. هناك كثير من اللغط في هذه النقاط. نتمنى حقيقة خلال الأيام القادمة أن تتبلور بشكل أكبر رؤية السيد مارتن للوضوح في مسألة ميناء الحديدة أو في مسألة الحل السياسي كامل. مسألة الغموض هذه التي تجري حاليا لا تؤدي إلى أي مسار سياسي. لابد أن تدرك هذه الأطراف جميعا أن اليوم نحن في خطر حقيقي، نحن أمام مرحلة تدوين الأزمة اليمنية. وعلينا نتذكر أنه التحالف العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية منذ أن تقدمت المبادرة الخليجية في 2011 راعت عدم تدوين الأزمة اليمنية وقامت بواجبات كبيرة من 2011 إلى هذا اليوم. هذه نقطة جدا مهمة على جميع الأطراف أن تدركها. هناك أمن قومي عربي مهدد بشكل خطير، لا يمكن أن يمنح الحوثيين أي فرصة سياسية تتجاوز حجمهم الذي لا يتجاوز شعبيا 3% في داخل المجتمع اليمني. لابد أن يكون هناك حصر كامل للعملية السياسية في النطاق العربي. لا يمكن أن ندخل في عملية تدوين وإلا سنذهب إلى منزلقات
خطيرة كما لاحظناها في سوريا وليبيا وغيرها من المأساة. نعم لا نعم. أن يكون هناك إدراك ومسؤولية من قبل كافة الأطراف لما يجري حاليا من وضع طيب. خطير للغاية وصلت الصورة. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل السيد هاني مسرور الباحث السياسي اليمني، كنت معنا من الرياض. إذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه المتابعات لمجريات الأحداث في مصر والعالم من خلال استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز الساعة 6 نشرة مفصلة لأهم الأنباء. شكرا للمتابعة.